سلام الله عليكم. الكادو الكادو الكادو، نعم أس الكادو، ولكن لمن 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 هذا الكادو؟ أو عبارة عن تليفون. بطبيعة الحال أعز ناس الوالدة فإلا تفرشوا في آخر فلوق لحتو، فاش كنت مشيت درت مفاجأة للوالدية، فأنني شريت تليفون للوالد ديالي، نفس التليفون هذا، ولكن وعدت الوالدة أنني غنشري لها التليفون ديالها حتى هي. فالحمد لله وفقني الله أنني ناخذ لها التليفون نفس الماركة، 64 جيجا، 1.4 جيجا في الرام. راكم عارفين الناس اللي ما قالينش اللي كوا في العمر هكا شوية كيفاش تيستعملوا التليفون، يعني خاصهم شوية الرام. الحمد لله دابا نديرو تشارجا، بقاو معايا في الفيديو، نسلموا ليها التليفون. انا دابا حاليا في قلعة منقونة، والصباح ان شاء الله نطلع لعندهم، يعني نتوما تفرجوا في هذا الفيديو، يعني ندير لكم فيديو واحد هذا مكان. يلا غنديرو حتى هي مفاجأة، نجيب حلا ما جايب والو ونقول لها هو التليفون باش وعدتك نشوفو كيفاش غتصرف. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياة وهم همي. حاج بخير بينو واحد بينو اسمه مرضى ضوني اسمه مرضى اي اظن كحج بربك كحط ربي ان شاء الله يزن شي مين واحد بينو واحد بينو دور دور سمي عجب ما ضعفش يستر ربي وين زين وين بيا كحشب ربي وين كحض ربي وين ما ضعفش يستر ربي وين وداك زايد ربي الخير وين مشى كرضي وين بعثك الخير ربي وين الوالدة شدت التليفون فرحت بزاف. ممكن شي واحد فيكم يسول على الوالد ديالي علاش ما طلعش في فيديو. الوالد ديالي بخير وعلى خير الحمد لله. مهم الوالدة حيت كانت الوقت شوية، يعني كنت زربان شوية الوقت اللي كان عندي، فمشيت شربت عندهم كويزة تاي وشديت الطريق، والوالد راه بخير وعلى خير، ولدعتو بقى لداخل، الوالدة خرجت معايا لبرا تما فين درت ليها المفاجأة. المهم راهم بخير وعلى خير، تهلاو ليا في والديكم. إلا شفتو الوالدة قلت لها اش كنتي قلتي لي خاص، قالت لي ما قلت لك والو، شوية تفكرت قال لي التليفون ديالي اللي عيان شوية، قلت لها ها هو. المهم مزيان أن الواحد يفرح الوالدين، راه أبسط حاجة تقدر تفرحهم، يعني شي حاجة بسيطة تقدر تفرحهم، المهم أنهم يشوفوك بخير وعلى خير، هذا هو الهدف ديالهم. ودابا حاليا في قلعة منقونة، وباي ذا واي قصبة روزفيل في نواحي قلعة منقونة. يلا تهلاو ليا في راسكم وفي والديكم، تحياتي.